عشان تحدد فيها اللي هو درجة اللي هي الأهمية بتاعت اللبن إذا كان مغلي كويس ولا لا. تمام. أول حاجة بتجيب 10 مل، بتجيب 5 مللي لبن، 5 مللي لبن، وتجيب H2O2 2.10%، بتحط 1 دروب منه كده. وبعدين بتجيب 2 دروب ضايف فينايل ديامين 2%، بارا فينايل ديامين 2%، ده واحد اثنين، تعمل ميكس. الله عليك عم علي. تجربة ايه دي؟ تمام؟ سنوة دي ايه؟ شوفهم 3 4 دقايق، 3 4 دقايق. لا انت تذكر بقى. تمام؟ تعمل برضو نفس التجربة تاني، نفس شاية شيتو او تو 2.10%، لا ده انت فاضي بقى. تمام؟ بعد كده تجيب 2 دروب برا في نايل اليمين 2%، 1 2 تيجي تبص تلاقي اللون هنا بقى لون يعني هما ازرق، لون ازرق. تمام. اول ما لون يبقى ازرق تبقى تعرف ان اللبن ده يا اما ان هو رومل، يا اما ان هو رومل او مغلي درجه حراره اقل من 80 درجه. مغلي يعني اهم حاجه انك تقول عن متسخن لحد اقل من 80 درجه، ما ينفعش تقول بويلنج. تمام. دول التجربتين اهم، ديت النيجاتيف ده الطبيعي اللي هو من قصد ده اللي هو مغلي كويس، وده يا اما فيه رومين او مسخن لاقل من 80 درجه. ده مغلي كويس وده درجه الحراره بتاعته اقل من 80 درجه او عليه رومين.